احنا كنا قلنا امبارح مسألة المدرسة بتاعت مصر الجديدة. النهاردة حصل أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية أنه تم بشكل نهائي يعني وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم. ناظر المدرسة ومدير المدرسة الذي المتهم الآن بأنه اغتصب 4 من التلاميذ تم التحقيق معاه في النيابة وأحيل للجنايات. وقد يكون في ده بعض الـ يعني الطمأنة للناس انه صحيح لا شيء يعوض الاهالي دول على اللي حصل لاولادهم، لكن انه على الاقل لما بيحصل تجاوز الناس بتقف قدامه بشكل كامل. احنا امبارح بس كنا وقعنا في خطأ انا اعتذر عنه، لانه لما اشرت للمدرسة يعني انا قلت انه مدرسة في النزهة، فيبدو انه في سرعه الكلام الناس فهمت ان انا قلت مدرسه النزهه، لكن المدرسه اللي تم فيها يمكن حتى ولي الامر اللي اتكلم اشار ان هي المدرسه المصريه الحديثه للغات وليست مدرسه النزهه. مدرسه النزهه ناس على دماغنا، يعني طلبه، اولياء امور، مدرسين، اداريين، كل الناس على دماغي. يعني يبدو انه يعني في سرعه الكلام ان انا قلت مدرسه في النزهه فاتسمعت مدرسه النزهة. فانا يعني حتى على هذا سوء الفهم انا اعتذر عنه، لانه ده حق الناس. يعني اذا راى احد ان احنا اخطانا او ان احنا يعني قلنا حاجه كانت سبب في ازعاج فاحنا بنعتذر عنه على طول.